أهلا بكم وإلى العناوين. أبناء منطقة بقع اليمنية ينشرون شريطا يبث إسقاط طائرة أباتشي السعودية، والتحالف يتوعد بقصف صعدة على مدار الساعة. الجيش السوري والمقاومة يحققان تقدما كبيرا في القلمون، ربط لجرود عسال الورد السورية بجرود بريتال اللبنانية، وفصل عن الزبدان. النتائج الأولية للانتخابات البريطانية تشير إلى تقدم المحافظين دون حصولهم على الأغلبية المطلقة، وحزب العمال يقر بالهزيمة. أهلا بكم. نشر أبناء منطقة بقع شمال اليمن شريطا مصورا يظهر إسقاط طائرة أباتشي السعودية على الحدود السعودية، وكانت السعودية قالت أن طائرة أباتشي التابعة لها هبطت اضطراريا في نجران نتيجة عطل فني. إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة على الأطراف الشمالية لعدن، وتحديدا في أحياء دار سعد والشيخ عثمان والممدارة. طيران التحالف السعودي نفذ أولى غاراته الجوية على مدينة التواهي، واستهدفت تجمعا للجيش على مقربة من ساحل جولد مور في حي التواهي الذي بات تحت سيطرة الجيش بالكامل. وعلى محور عتق البيضاء تدور اشتباكات قوية على مشارف مدينة عتق. جدد الائتلاف المدني لرصد جرائم العدوان مطالبته بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة حول ما وصفها بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والأسلحة المحرمة المستخدمة في الهجمات الجوية التي ذهب ضحيتها نحو 5000، ما بين شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال. أحمد عبد الرحمن. أعداد ضحايا الغارات السعودية في تزايد مستمر، يبدو ذلك طبيعيا مع استمرار الغارات. هذا ما أكده الائتلاف المدني لرصد جرائم العدوان في تقريره الأخير. يا أحرار العالم، يا نشطاء حقوق الإنسان في العالم، يا منظمات دولية، هناك إبادة جماعية للشعب اليمني. 43 يوما من الغارات المتواصلة التي تجاوزت 5000 غارة، تركزت في أغلبها على صنعاء وصعدة التي استهدفت في اليومين الأخيرين بأكثر من 200 غارة وقذيفة وصاروخ. وفي هذا الإطار جدد الائتلاف مطالبته بالتحقيق في نوعية الأسلحة المحرمة والمستخدمة في قصف صعدة. رصدنا قبل 3 أيام تصاعد دخان أبيض ومتفرق على مناطق من صعدة. هذا الدخان يرجع بحسب خبراء عسكريين لجأنا إليهم أنها لقنابل فسفورية. في المقابل أعلن في صنعاء عن تشكيل هيئة وطنية عليا للإغاثة والإعمار والتنمية، كاشفة في بيان إشهارها عن تجاوز أعداد النازحين داخل البلاد 8 ملايين مواطن، فيما سجلت هجرة قرابة 50 ألف يمني إلى دول القرن الأفريقي، في وقت فقد نحو 90% من السكان أمنهم الغذائي. أصبح الوضع كارثي بما تحمل الكلمة من معنى، وقد تضاعفت الأسعار لهذا السبب بسبب قضية العرض والطلب، تضاعفت إلى أكثر من 600% في بعض السلع. وضع يبدو أنه سيدفع السلطات المحلية في المحافظات اليمنية إلى إعلانها مدنا منكوبة، كما حدث مع صعدة وبعض مديريات محافظة حجة، بفعل استمرار القصف والحصار ومنع وصول إمدادات الوقود والغذاء. ما بين كماشتي القصف الخارجي والاقتتال الداخلي يعيش هذا البلد الذي تقول جميع المؤشرات إنه يتجه نحو كارثة إنسانية محققة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. أكد المتحدث باسم التحالف السعودي أحمد عسيري بداية عمل جديد ضد جماعة أنصار الله. العسيري قال إن المعادلة اختلفت وأن المواجهة في اليمن باتت تستهدف أمن السعودية، مؤكدا أنه سيتم استهداف منطقتي صعدة ومران على مدار الساعة من دون توقف، ردا على تنفيذ عمليات داخل الأراضي السعودية. الآن المواجهة أصبحت تستهدف حدود المملكة العربية السعودية، تستهدف المواطن السعودي، تستهدف أمن وسلامة المدن السعودية، وسوف يقوم كالتحالف والقوات المسلحة السعودية بتوجيه رد قاسي.
ابتداء من هذه اللحظة، وحتى يدفع من قام بهذا العمل ثمن ما قام به. لن نستهدف من كانوا بقرب الحدود كما تم في هذا اليوم من خلال العمليات المحدودة، بل سوف تستهدف مناطق صعدة، مران وضواحيها، لأن من قام بهذا العمل هم يتحصنون في هذه الأماكن، وبذلك عليهم دفع الثمن الآن. دبلوماسيا، حث وزير الخارجية الأمريكية أنصار الله على القبول باقتراح وقف إطلاق النار، نفيا وجود نية لدى الولايات المتحدة والسعودية بإرسال قوات برية إلى اليمن. أحث جميع الأطراف ولا سيما الحوثيين إلى القبول بوقف إطلاق النار الذي تقترحه السعودية. لا أمريكا ولا السعودية تحدثتا عن إرسال قوات برية إلى اليمن، فالأطراف تبحث موعد بدء وقف إطلاق النار. بدوره أكد وزير الخارجية السعودي عادل جبير أن الرياض تفكر في إعلان وقف لإطلاق النار لمدة 5 أيام في اليمن للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. أطلعت معالي على تفكير المملكة بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة 5 أيام في اليمن للتنسيق مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإغاثية في اليمن، على أن يلتزم الحوثيين وحلفائهم بذلك، وألا يتعرضوا لهذه الجهود، وألا يقوموا بأعمال عدوانية في اليمن. نعى تنظيم أنصار الشريعة الفرع اليمني لتنظيم القاعدة القيادي البارز نصر بن علي الأنسي ونجله محمد وعددا من العناصر الآخرين الذين قضوا في قصف أمريكي بطائرة من دون طيار استهدفتهم في منطقة لم يحددها التنظيم، بيد أن مصادر ذكرت أن استهداف الأنسي كان في مدينة المكلا منتصف نيسان أبريل الماضي. بعد مسيرة حافلة بالجهاد والبذل امتدت لأكثر من عقدين من الزمان، ننعي إلى أمتنا المسلمة عامة وإلى قبيلة آنسة خاصة الشيخ العالم المجاهد أبا محمد نصر بن علي الآنسي الذي قتل إثر قصف أمريكي استهدفه مع ابنه الأكبر محمد وعدد من إخوانه رحمهم الله برحمته وتقبلهم في عداد الشهداء. تمكن الجيش السوري والمقاومة من ربط جرود عسال الورد من الجهة السورية وجرود بريتال من الجهة اللبنانية وفصلها عن منطقة الزبدان السورية وسرغايا ومضايا، فتشتت المسلحون إلى جهات متعددة وسقط منهم قتلى بالعشرات، وأسهمت المعركة بحصول بلبلة في صفوفهم واستحالات تخوين وانهيارات في ظل تأكيد من الجيش والمقاومة بأن المعركة أنجزت من دون إصابات في صفوفهما. تمكن الجيش السوري والمقاومة من ربط جرود عسال الورد من الجهة السورية وجرود بريتال من الجهة اللبنانية بعد السيطرة على كامل الجرد إضافة إلى معبر الصهريج. جرد عسال الورد بمساحة 45 كيلومترا مربعا أصبح تحت سيطرة الجيش السوري والمقاومة بعد السيطرة على قبع شعب الجماعة وقبع العريض وقبع الكنيسة وأرض حقل البيك. السيطرة أسفرت أيضا عن سقوط عشرات القتلى من مسلحي جبهة النصرة والفصائل الأخرى وتدمير عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة لهم وعدد من النقاط العسكرية. وليس بعيدا عن تلك الجرود تمكن الجيش السوري في جرد السبن تحديدا من قتل وجرح عدد من المسلحين عبر استهداف آلياتهم وتدمير مقارهم، كما تمكن عبر مدفعيته الثقيلة والصواريخ من استهداف مواقع المسلحين في قرنة ووادي الكذاب في المنطقة نفسها. وقبل السيطرة على عسال الورد كان الجيش السوري والمقاومة قد تمكنا من السيطرة على مرتفع قرنة النحل بتلاله الثلاث، المرتفع الذي يعلو 2153 مترا عن سطح البحر يشرف على وادي الدار ووادي الصهريج وعدة معابر في المنطقة. إلى جانب هذه التطورات محاولات التسلل لا تزال متواصلة، جديدها اشتباك الجيش السوري مع مجموعة مسلحة حاولت التسلل من منطقة الصوير في البقاع الغربي باتجاه الأراضي السورية.
منطقة القلمون التي تأمل المقاومة إخلاءها من جبهة النصرة هي بؤرة تهديد للعمق اللبناني والعمق السوري، لكنها حلقة في سلسلة يمكن أن تحسم ببقاء الدولة أو تحسم ببقاء الدولة موحدة أو تفتيتها. قاسم عز الدين. النصرة التي اتخذت القلمون جبهة لتهديد العمق اللبناني اصطدمت بالجيش الذي يحمي القرى اللبنانية المحاذية للحدود ويحمي نفسه من الاعتداءات المتكررة في محيط عرسال وغيرها. النصرة التي يروى عنها بأنها تتباين مع داعش بشأن مسعى ضم لبنان إلى ولايتها تطمع في لبنان مقرا وممرا لتزويدها بالمناصرين ونصرتها بالمال والعتاد، فهي تطمع في التوسع إلى لبنان لإضعاف المقاومة وإرهاب بيئتها، كما جرت عدة جرائم بحق المدنيين تبنتها النصرة أو فصائلها في بيروت والضاحية الجنوبية. المقاومة التي ترى مخاطر هذه الجماعات لا تقتصر على بلد من دون آخر، تسعى إلى هزيمتها أينما كانت، بل تدعو بلدان المنطقة إلى الاتفاق على أولوية مواجهة هذه المخاطر التي تهدد البلدان والحواضر والإرث التاريخي والثقافي. في هذا السياق ترى المقاومة معاركها في مواجهة هذه الجماعات دفاعا عن الوجود في المنطقة، بيد أن لمعركة القلمون خصوصية في أولويات المقاومة التي تسعى إلى إجهاض تفتيت الدولة السورية بحسب ما يرشح من احتمال تقسيم العراق وتعميم التفتيت في رحاب المنطقة، كما حذر السيد حسن نصر الله. محاولة ما يسمى جيش الفتح في القلمون التمدد إثر معارك إدلب وجسر الشغور من شأنه إذا نجح التمهيد لانسلاخ منطقة واسعة عن سوريا بحسب ما تتمنى تركيا وتشتهي فرنسا ودول خليجية. بهدوء لكن بحسم تسعى المقاومة إلى إخلاء القلمون من جماعات النصرة وداعش، بل ربما تسعى أيضا لإخلاء جسر الشغور وإدلب. المقاومة التي تذهب واثقة الخطى حيث يجب أن تكون كما يقول السيد نصر الله حجبت حيثيات خطتها، ربما أرادت أن تسهر إسرائيل من جرائها وتختصم. قال رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة أن تركيا والسعودية زادتا دعمهما للجبهة الجنوبية بالسلاح خلال الشهرين الماضيين. خوجة وفي مقابلة مع صحيفة حريات تركيا أكد أن الدعم السعودي لا يأتي عن طريق تركيا بل عبر مدينة درعا على الحدود الأردنية، لافتا إلى أن دعم السلاح لا يقتصر على تركيا والسعودية فحسب بل يمتد إلى قطر والأردن أيضا. أقر حزب العمال البريطاني بالهزيمة في الانتخابات العامة بعدما أظهرت النتائج الأولية تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من دون حصوله على الأغلبية المطلقة. وأوضح استطلاع للرأي بثت نتائجه محطات التلفزيون البريطانية حصول المحافظين على 316 مقعدا وحزب العمال المعارض على 239 مقعدا في المجلس المؤلف من 650 مقعدا. يوم حاسم في تاريخ المملكة المتحدة لتحديد هوية الفائز في إدارة البلاد بعد أكثر من شهر على الحملات الانتخابية الأطول والأشرس في التاريخ البريطاني. انتخابات قد تشكل منعطفا داخليا في ظل صعوبة حسم الأحزاب التقليدية المعركة الانتخابية لمصلحته بحسب آخر استطلاعات الرأي. الناخبون هنا في لندن تباينت مواقفهم بشأن هذه الأحزاب وبرامجها الانتخابية، ما يعكس حالة التذبذب في اختيار المرشحين. I voted for the Conservative Party today.
لقد صوتت للمحافظين على أساس إيماني بأن السياسة يجب أن تعكس المصالح الشخصية والعائلية، لذلك فإن سياسة ميلي باند في حال اختياره ستؤثر سلبا على مصلحة والدي في تجارة العقارات. اخترت التصويت للعمال لأني أدركت من خلال بياني من الانتخابي أنهم سيساعدون عامة الناس لا المحيطين بهم. زعماء الأحزاب المتنافسة أدلوا في الصباح الباكر بأصواتهم في خطوة تعكس تشجيع الناخبين على الاقتراع بكثافة وسط حالة التردد والملل عند ملايين البريطانيين من الحياة السياسية وعدم اقتناعهم بأجوبة الأحزاب عن الكثير من القضايا التي تهم الناخبين وتقلقهم. لا أرى فارقا بين العمال والمحافظين، ولا أريد أن أرى كاميرون رئيسا للوزراء مرة أخرى، ولا حتى ميلي باند سيكون جيدا، فكلاهما يمثلان خطرا على البلاد. اخترت حزب الاستقلال على أساس أن البلاد لم تعد تتسع للمزيد من المهاجرين بسبب محدودية الخدمات الصحية والسكن. يجب أن نطبق أسلوب النظام الأسترالي في مجال استقبال المهاجرين كما هو مقترح. الانتخابات البريطانية غلبت عليها هذه المرة المناظرات التلفزيونية لسبعة من الأحزاب البريطانية، وهو تقليد لم يكن معمولا به في الماضي، ما يطرح تساؤلات عن الخارطة السياسية الجديدة لبريطانيا في ظل مقاربات مختلفة للعديد من الملفات، منها ما يتجاوز حدود المملكة المتحدة، لا سيما لجهة العلاقة مع أوروبا في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالخروج من الاتحاد الأوروبي. الكلمة الفصل إذن تعود للناخبين في اختيار الحزب أو الائتلاف الذي سيتولى السلطة في المرحلة المقبلة، لكن يبدو أن نتائج هذه الانتخابات المصيرية لن يقتصر تأثيرها على الأوضاع الداخلية، بل ربما قد تمتد إلى السياسة الخارجية للمملكة المتحدة. مستصر لندن، الميادين. في نافذتنا على لبنان نزور بلدة رشانة شمال البلاد، حيث حول أخوة ثلاثة من البصبوس البلدة إلى منحوتة كبيرة وضعت رشانة على خريطة العالم. إنها بلدة رشانة، بلدة لبنانية حلقت إلى العالمية، يتنشق زائرها رائحة الفن المنتشر بين بيوتها الخمسين. هو عالم البصابصة. إخوة ثلاثة في قرية تحيا على كتف جبال لبنان، صخورها مقالعهم وبيوتها متاحفهم وحدائقها مشاغلهم. وقت منقول بصبوص دغري منقول نحت. تقودنا الخطوات إلى متحف ميشيل بصبوص المؤسس، متحف في الهواء الطلق مفتوح تحت السماء على النحت والحجر، لتبدأ القصة، قصة حجر أتقن لغة الفن والحياة والإبداع. ترك لنا أعمال بالمئات، أنه انطلق بالآخر الستينات والسبعينات، أوائل السبعينات، حتى يعمل معارض بالعالم كله. هو أول شخص دخل الصاروخ الكهربائي على النحت بالمنطقة، ما كان قبل بس مطر أو زمين. إذا بدنا نحكي عن أشخاص ممكن يمثلوا لبنان ونقول هيدا حامل لبنان، بنقول واحد منهم بيكون ميشيل بصبوص، أكيد بنقول عاصي الرحباني، أكيد بنقول جبران خليل جبران، بنقول يوسف الحوي، ولكن بنقول كمان ميشيل بصبوص. يعني هو من هالرجالات هيدي يلي يمكن كل 100-200 سنة بيصير عنا شبيه لألون. مئات المنحوتات الخشبية والبرونزية والحجرية، إضافة إلى لوحات مرسومة بالفحم، ثروة تركها البصابصة قبلة لعشاق هذا الفن.
حول ميشيل بصبوص بلدته إلى إرث غني وغزير غزا ساحات العالم فنيا، وزرع في أرضها مع أخويه بذورا من الفكر والقلب، ففرحت وعلت في الأخوة وفي الأبناء وفي المقالع وفي من شهد واندهش وانبهر. بسنت الراف من متحف آل بصبوص في راشانا شمال لبنان، الميادين.